القانون ما يقبل بهالشي ولا الإنسانية تقبل بهالشي. وأتمنى هي هلأ بتسمعني إذا أولادها غالين عليها تخلي بي يسجل ابن. أنا ما بدي شيء، والله ما بدي شيء إلا هوية للصبي. أنا ما بدي شيء، ابني صار عمره سنتين وشهر، بكرة بدي يفوت على المدرسة، بيجوا يفوت شو بيقولوا له؟ نظرة الناس كيف إلها؟ بيقولوا له ابن حرام؟ لا والله مش ابن حرام، مش ابن حرام، وربي يعلم. حتى لكتب الكتاب صار عند الرئيس بالنيابة العامة لحتى ينزل على المحكمة الشرعية لحتى نرفع عليه دعوة إثبات نسب للصبي. نكرها جوزي من خوفه من مرته، وهلا كل مشغلتي ومشغلتي لحتى يسجل وطلع هوية لها الصبي. ما بدي شيء يعني.